حكم المباراة هو سيد القرارات بلا شك، هو حكم وقاضي المواجهة. انطلاقة وهجمة لفائدة اتحاد الجزائر، هدف القاسمي، قد يكون الهدف الثاني للاتحاد. هو هو هو. هدف ثاني بالقاسمي، 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 يضيف الهدف الثاني في المباراة في الدقيقة 73. بالقاسمي يضيف الهدف الثاني له في المباراة. طبعا رجل المباراة الذي شاهدناه تصدى للكثير من الفرص، منع شبيبة الصورة من تسجيل هدف التعادل، ولكن في المقابل بالقاسمي رد وأجاب على زيماموش وسجل الهدف الثاني بهذه الكيفية، بهذه الروعة، بهذا الإبداع. يراوغ، يتوغل داخل منطقة الجزاء، قادم من الجهة اليسرى، يمرر أو يراوغ وبالقدم اليمنى وفي الزاوية البعيدة. من هذه الزاوية الهدف نراه أجمل وأفضل وأحسن. بالقاسمي الذي يسجل الهدف السابع له في الدوري بهذه الكيفية، بهذه الطريقة، بهذه المهارة.